لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولا وفعلا، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع. لسنا ضد الترفيه، ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه، وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرف كل مواطن أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين، فضلا عن أن يصدروا على أنهم نجوم أم قدوات. كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضورهم حضور مهرجانات يشترك فيها أناس عرفوا في مواطن أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية.